دار الايتام هو اسمه كده بس دار الايتام اسمه دار الايتام بس زي البرنامج بتاع باسم يوسف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنتم هنا من أجل التبرع للدار؟ أيوة أنا جاي أتبرع بطفل للدار. جاي تبنى طفل من الدار. أصلا أنا محروم من نعمة الأبوبة ونفسي أبقى أب. حضرتك متزوج؟ لا أرمل. أيوة أنا أرمل. مراتي ما بتخلفش للأسف. أرمل مراته متوفية. هو أرمل مراته متوفية؟ أيوة. أمال الأرملة إيه؟ دي اللي مراتها متوفية. اسكت بقى. حضرتك تقدري تساعدينا إزاي؟ لعله خير. لقد أصبت قرارا. التبني سوف يفتح لك باب الرزق والرحمة والمغفرة. إيه طب حضرتك تقدري تساعدينا وتجيبي لنا استمارة التبني؟ حسنا. سوف أحضر لكم أوراق التبني. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. هي بتتكلم كده ليه؟ أنا عارف يا بهجت، أنا ناقص. بقول لك إيه؟ أنا هلف لفة بقى كده، أنقي عيل يعجبني أتبناه. أنت بتقول يا سلطان؟ إيه الغباوة دي يا ابني؟ ما أنا متفق مع واد. أني واحد فيهم؟ أهو الواد ده. يا نهار أسود، ده ماسك مطوة يا بهجت. أيوة سلطان طفل وبيلعب. بيلعب بمطوة؟ ما تبقاش ضيق بقى، تعالى يا حبيبي. انت بقى اللي هتبقى ابويا الجديد؟ ايوه يا حبيبي. شكلك هفا. ولا احترم نفسك يا ابني. ابنك في وطنك يا حلو. بقولك يا بهجت، انا مش هاخد الواد ده، انا هسيبه هنا. اصبر بس. اقسم بالله لو ما خدتنيش لا لبالكم مشروعه ايتام، يعني بحور دم. لا 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 يا بهجت، لا مستحيل يا بهجت. يقولك بحور دم. اسمع، انت لو خدت اي واد تاني ما انت هتلبسه طول عمرك. ده احنا متفقين معاه يا سيدي، هم يومين لو ما ظبطش انا ارجعه مطرح مكان. خطر يا بهجت. يومين. طب يلا حبيبي. حاسب يا لقيله كده احسن اخدها منك واحطها في جيبي. تاخدها مني وتحطها في جيبك؟ ايوه احطها في جيبي يا بهجت. خطر يا بهجت والله العظيم خطر. هم يومين. يومين. طب تعالى ورايا. انت اللي هتيجي ورايا يا بهجت. يومين. يومين والله. طب عدي عدي. انت مش هتيجي معانا؟ لا لا انا هخلص الورق وهحصلكم بتاكسي. يلا يلا يلا. سامع؟ يومين. يومين. وتخلص. ممكن بقى حبيب بابي ينزل رجله الكزره من على التابلوه؟ اقول لك الكزره دي تبقى مين؟ لا ولا وربنا عاملها معاك. نزل رجلك والا والا يا عمته. وإلا بابي ياخد مخالفة. يرضيك بابي ياخد مخالفة؟ جيب ورا. جيب ورا. أجيب ورا؟ اطلعي يا عمتي. إيه؟ اطلعي يا عمتي. حاضر. نزل المطوة بس عشان لو دخلنا لك.